صباح الخير احبائي واعزائي، وكل عام وانتم بخير. النهارده واحنا كالعاده بندور وبنفتش وبنشوف ايه اللي بيحصل في الدنيا. لقينا مقال جميل جدا في الاخبار متحدون، ودي من الجرايد او تقدر نقول اللي بتكتب مقالات جميله وناسها حلوه، والاستاذ نادر شكري. وطبعا كان مكتوب كده في الأقباط المتحدون أو المصريون المتحدون، وهو بوابة لكل المصريين: التفاصيل الكاملة لاعتداءه متشددين على كنيسة العذراء والأنبا صموئيل أبيس الثورة التابعة جغرافيا للبحيرة والأسكندرية. الكنيسة خدت ترخيص رسمي بإحلال سقف الكنيسة المتهالك، وهي بتنفذ اتعرضت للاعتداء اللي اتبنت سنة 79، والكنيسة دي كانت بتخدم 17 قرية، وخدت تصريح إحلال السقف اللي وقع عشان في جزء منه وقع من سنتين، مطالب بالقبض على الناس المحرضة وسرعة إعادة استئناف العمل بصب الخرسانة. الأستاذ نادر شكري بيقول إيه؟ كنيسة العذراء والأنبا صموئيل قرية أبيس الثورة، وهي تبع مجلس قرية الأمراء بكفر الدوار في محافظة البحيرة، تعرضت امبارح لاعتداء من قبل متشددين بالقرية، وقعدوا يحدفوا الكنيسة بالحجارة وسط حالة من الفوضى. وأثناء قيام المسيحيين بترميم سقف الكنيسة الحاصل على رخصة رسمية بالإحلال والتجديد للسقف اللي وقع منه أجزاء من سنتين، وخلال هذه الفترة كانت الكنيسة بتجري وتسعى إنها تجيب رخصة لإنقاذ السقف وحياة المصلين. وبعد مفاوضات ورفضت طلب المسيحيين إنهم يوسعوا الكنيسة اللي مساحتها 170 متر ما تجيش قد شقة، صدر الترخيص بإحلال سقف الكنيسة فقط. وده أثار حفيظة المتشددين بالقرية، وتجمعروا وقاموا بالهجوم والاعتداء على الكنيسة ورميوها بالحجارة أثناء دخول سيارة البمب اللي هي سيارة صب الخرسانة. وبعد الانتهاء من وضع الشدة الخشبية خلال الأيام الماضية، وحسب شهود العيان جم الناس المعتدون دول يرموا المسيحيين بالحجارة وعلى الناس اللي شغالة في بنى السقف، محاولة وضع الخرسانة، كما قام أحدهم أيضا بإشعال النيران في عشة زراعية لأحد المسيحيين بجوار الكنيسة. والمسيحيين يا عيني راح متصلين بالشرطة: لو يا شرطة تعالى. جت الشرطة محافظة البحيرة وفرقت المتجمعين: يا جماعة لا، لازم توقفوا البنى. وحطوا حراسة من الأمن المركزي ووقف عملية الصب الخرسانة بحجة هدوء الأوضاع مع الوقت باستئناف العمل خلال الساعات القادمة. طب يا عم انت حاطط أمن، سيبهم يا عم يصبوا عادي، ايه المشكلة؟ قال لك لا، ويخشى المسيحيون من وقف عملية البناء بحجة الدواعي الأمنية. وقال أحد المسيحيين بالقرية إن الكنيسة دي اتبنت سنة 79، وهي بتقع جغرافية ما بين الإسكندرية والبحيرة، وبتخدم 17 قرية، بتخدم حوالي 6000 أسرة أو 600 أسرة مسيحية، ومساحة الكنيسة ما بتزيدش عن 170 متر قد الشقة، وكان سقفها من الخشب والصفيح، وتعرض للتآكل، والأمطار غرقت السقف بأضرار وسببت أضرار بالغة، وخوفا إنه يسقط أو يقع على المسيحيين. وقال القس بابلي موسى كان الكنيسة إنه تقدم بطلب لترميم الكنيسة من سنتين عشان يرمم السقف، قدم تقارير هندسية تفيد بتصدع وسقوط أجزاء من سقف الكنيسة وتحتاج للترميم خوفا من سقوط اجزاء على المصلين في فصل الشتاء. والمصلين كانوا بيعانوا من البرد الشديد والامطار، وحاول انه يحصل على موافقه لتوسيع الكنيسه والترميم، ولكن وجد صعوبه ان هو يوسع الكنيسه. وبعد سنتين ادوا قرار او تصريح ان هو يعمل السقف. طيب، وتم الموافقه على قرار ترميم السقف واحلاله، وتم العمل في خلال الاسبوعين اللي فات، يعملوا السقف بازاله السقف القديم، معرفش اسبوعين ليه يعني، ده عباره عن شقه، ووضعوا الشده الخشبيه لسقف الكنيسه، وكانت الامور ماشيه على ما يرام.
ومفيش اي اعتراض، لحد ما جه موعد صب الخرسانه امبارح، وفوجئ المسيحيين بتجمع للمتشددين وهجوم على المبنى، والعمال بقصفهم الطوب قعد يرمي الطوب على الناس الغلابه يا عيني، وتم وقف العمل حتى وصل القوات الشرطه. واشار احد المسيحيين ان كان الكنيسه يتمتع بعلاقات طيبه ويقدم خدمات للمسيحيين والمسلمين ويعمل على تعزيز الاخاء والاخوه والمحبه والسلام والاماء، كل حاجه بقى اللي انت هتقولها الكلام اللي احنا عارفينه طوال السنوات الماضيه، وان الاعتداء الذي وقع على الكنيسه يجب الا يمر مرور الكرام، وضروره محاسبه المحرضين والمعتدين لسيما او لا سيما ان الكنيسه معها الاوراق الرسميه لقرار الاحلال والتجديد لسقف الكنيسه التي تم بناؤها من 40 سنه. وتساءلنا الذي اصار حفيظه الاخوه المسلمين للاعتداء على الكنيسه الان وهي تخدم منذ سنوات دون اي ازمه وتتمتع بكل حب مع الجميع. ويذكر ان الكنيسه السيده العذراء والانبا صموئيل يرجع تاريخ انشاؤها الى 9 مايو سنة 74، وتقع وسط قريه ابيس الثوره التي تتميز عن غيرها بالهدوء والسكينه والطمانينه لكافه سكان القريه والقرى المجاوره، وبها مركز لرعايه المعاقين ومشفى او دار شفاء للطبي ودار ضيافه، وتمتلك قطعه ارض ترغب في بنائها مجمع مدارس لخدمه قرى كفر الدواره مسلمين ومسيحيين ومسيحيين ومسلمين. وبالصور وبالفيديو سترون كل ما هو جديد، وارجو اشتراككم في قناه الملكه والامين، القناه التي تعشق كل محبيها. كل الشكر والتقدير لكم، ومع حبي واعتزازي وسلام الرب يكون معكم، امين. لا تنسوا اشتراككم بقناة الملكة والأمير، القناة التي تعشق كل محبيها. وأقول النهاردة كل سنة وانتم طيبين لإخوتنا المسيحيين الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكل الحب لكل المصريين، ونهنئ جميع المسيحيين، ونطلب من الله أن يحافظ على البابا تودروس بابا بطريرك الكرازة المرقسية، وعن أن يحافظ على رئيسنا عبد الفتاح السيسي، وأن يبعد عنا الغلاء 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 والوباء 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 الذي أصبح يعصر كل المصريين ويجعل المصريون يتحملون فوق طاقتهم. ولكن إنها ستكون سنة جديدة السنة القادمة مع إلهنا. شكرا لكم. بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. الأحد 25 ديسمبر 2022، وهذا اليوم هو يناسب عيد ميلاد السيد المسيح بالنسبة للإخوة الكاثوليك، واليوم 16 من الشهر المبارك لهك أحسن الله استقباله وعاد علينا وعليكم ونحن في هدوء وإطمئنان مغفور الخطايا والأثام ومن قبل مراحم الرب يا أبائي وإخواتي، أمين. في مثل هذا اليوم تذكار تكريس كنيسة القديس يعقوب الفارسي الشهير بالمقطع، صلاة تكون معنا ولربنا المجد الدائم، أمين. وفي مثل هذا اليوم من سنة 1349 قبل المسيح تنيح البار جدعون أحد قضاة بني إسرائيل، كان هذا القديس من سبط منسة واسم به يوآش، ظهر له ملاك الرب وقال له: الرب معك يا جبار البأس. فقال له جدعون: أسألك يا سيدي، إذ كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه التجارب؟ وأين عجائبه الذي أخبرنا بها أباؤنا قائلين: ألم يصعدنا الرب من مصر؟ والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان. فالتفت إليه الرب وقال: اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل من كف مديان، أما أرسلتك؟ فقال له: أسألك يا سيدي، بماذا أخلص إسرائيل؟ ها عشيرتي هي الذل في منسة وأنا الأصغر في بيت أبي. فقال له الرب: إني أكون معك وستضرب المديانيين كرجل واحد. فقال له: إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فأصنع لي علامة أنك أنت تكلمني، لا تبرح منها هنا حتى أأتي إليك وأخرج تقدمتي وأضعها أمامك.
فقال إني أبقى حتى ترجع. فدخل جدعون وخرج وقدم تقدمته فقبل. ثم أمر الرب أن يهدم مذابح الأصنام ويبنى مذبحا للرب ويقدم عليه الضحايا يحرقها بأخشاب الأصنام، ففعل كما أمره الرب قضاء 6:25-31. ولما أمره الله أن يحارب المديانيين سأله أن يريه آية يشتد بها قلبه، وهي أن يضع جزة الصوف في البيضة، فإن كان طل على الجزة وحدها وجفاف على الأرض كلها علم أن الله بيده يخلص إسرائيل كما تكلم، وكان كذلك. ثم أعكس السؤال في اليوم الثاني قائلا: لا يحم غضبك علي فأتكلم في هذه المرة فقط، أمتحن هذه المرة فقط بالجزة، فليكن جفاف في الجزة وحدها وليكن طل على الأرض. ففعل الله كذلك في تلك الليلة، فكان جفاف في الجزة وحدها وعلى الأرض كلها كان طل. فتقوى قلبه وبكر مع كل الشعب الذين معه ونزلوا قبالة المديانيين. فقال الرب لجدعون: إن الشعب الذي معك كثير علي لأدفع المديانيين بيديهم لألا يفتخر علي إسرائيل قائلا يدي خلصتني. والآن نادى في أذان الشعب قائلا: من كان خائفا ومرتعدا فليرجع وينصرف من جبل جلعاد. فرجع من الشعب 22,000، بقي 10,000. وقال الرب لجدعون: لم يزلوا الشعب كثيرا، انزل بهم إلى الماء فأنقيهم لك هناك، ويكون إن الذي أقول لك عنه هذا يذهب معك فهو يذهب معك، وكل من أقول لك عنه هذا لا يذهب معك فهو لا يذهب. فنزل بالشعب إلى الماء. وقال الرب لجدعون: كل من يلغ بلسانه من الماء كما يلغ الكلب فأوقفه وحده، وكذا من جسع على ركبتيه للشرب. وكان عدد الذين ولغوا بيدهم إلى فمهم 300 رجل، وأما باقي الشعب جميعا فجسوا على ركبهم ليشربوا الماء. فقال الرب لجدعون: ب300 رجل الذين ولغوا أخلصكم وأدفع المدينيين اليدك. وبهذا العدد تغلب جدعون على المديانيين واستولى الذين معه على الغنائم وقدموها لجدعون وسلطوه عليهم، وكان الله معه في كل أموره. وتنيح ودفن في مقبرة أبيه، صلاة تكون معنا آمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا تذكار شهادة القديس هرواج وشهادة حنانيا وخوزي الذي من الفيوم، صلاة تكون معنا آمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا استشهاد القديس أمساح القبطي، صلاة تكون معنا ولربنا المجد الدائم آمين. وفي مثل هذا اليوم تذكار استشهاد القديسين أولبيوس وأرسنيوس بدير الحديد داخلين، صلاتهم تكون معنا ولربنا المجد الدائمين. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأتمنى لكم صباح سعيد وصباح جميل، ولكم مني كل الحب والتقدير والسلام. يا رب يسوع المسيح يكون معكم.